ندخل بقى على سيكشن الداتابيز، والداتابيز اللي ان شاء الله هنبتدي نشتغل عليها في الكورس بتاعنا اللي هي مونجو دي بي. طيب مونجو دي بي للناس اللي متعرفش ايه هي مونجو دي بي، ويا ريت برضه الناس تقرا ايه هي المونجو دي بي عشان برضه تبقى عندها خلفيه اكبر عنها، لان انا مش هتكلم بتفاصيل كبيره فيها، لكن انا ان شاء الله هغطي كل حاجه ممكن تكون محتاج تعرفها في السيكشن بتاع مونجو دي بي. طيب مونجو دي بي هي نو اس كيو ال داتابيز، يعني بتشتغل من غير ريليشن شيبس بشكل ما باخر، ما فيش فيه قيود عليك في الداتا اللي انت بتدخلها بي. وكمان بتدي لك دايناميك ريكورد سكيما، يعني تقدر تعمل الداتا بتاعتك باي شكل انت شايفه مناسب ليك، وتقدر تغيرها يعني مثلا ريكورد في الاول داخل بشكل وريكورد تاني داخل بشكل في نفس الكوليكشن. ان شاء الله هنشرح بتفصيل ايه الريكورد وايه الكوليكشن في الفيديوهات القادمه، يعني فمحدش يلم الحته ديت. المهم تبقى عارف الكوليكشن ديت لو ناس عندها خلفيه عن الداتا بيز اللي هي التيبل، والريكورد اللي هو الرو، او الريكورد هو الريكورد يعني هو اسمه في المونجو والدوكيمنت مش ريكورد. طيب البوينت الثانيه ان المونجو بتقدر تشيل لارج سيتس، لارج داتا سيتس ويز ويل بيرفورمنت بيرفورم سبيد، يعني يقدر يشيل كم ضخم من الداتا والبرفورمانس بتاعك يبقى محترم جدا. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنخش على خطوه الانستليشن بتاعت الدرايفر نفسه، بعد كده نشوف نسطبه ازاي على النود. اول حاجه انت محتاج تنزله اصلا عندك، خش على داونلود مونجو، بعد كده تنزل تحت عند داونلود سنتر كوميونتي سيرفر، بعد كده تخش على الاون بريمسز وهو فتح لك اصلا اوتوماتيكلي، تختار الاوبريتنج سيستم، طبعا دايما تنزل احدث فيرجن، كده تعمل داونلود وتكمل الانستليشن بتاعك عادي جدا، وتلاقي الدنيا عندك زي الفل. طيب بعد كده تيجي حضرتك تفتح التيرمينال وتكتب مون جود كده دبل داش فيرجن، هدي لك الفيرجن بتاعك. انا عندي الفيرجن لحد ما قديم شويه 4.0، لكن هو الفرق ما بينه وما بين الحالي اللي هو 4.2 مش كبير اصلا، فمش معضله بالنسبه لي يعني. تمام، فانت دلوقتي لو بتلاقي رساله زي ديت يبقى انت عندك كده الدنيا تمام. الحاجه التانيه واحنا في نفس البروجكت بتاعنا عايزين نسطبه على النود، فيكتب كده npm mongo، لا مش عايز مونجوز، انا عايز مونجو دي بي. خش عليها، هياخد السطر هي اسمها مونجو دي بي التركيب بتاعها. تمام، فانت دلوقتي حضرتك تيجي تسطبها كده، تيجي تقول احنا شغالين بيمن، احنا شغالين بيارن، فاليارن اد مونجو دي بي، وكده خلصنا الانستليشن بتاعنا. كده بقى بدأ يبتدي ايه او ده بيسطب المونجو مش عارف ايه. بعد كده بقى يبتدي يشرح لك بقى شوية ورغي كتير وحاجات تانية كتير، دي مش فارقة معايا دلوقتي في أي حاجة. المهم ان هو يكون خلص خلاص، وكده الدنيا عندنا بقت تمام مفيش فيها أي مشكلة. طيب الفيديو الجاي ان شاء الله نبتدي بقى نتعرف ازاي نتعامل معاه، ازاي نكونكت على الداتابيز، ازاي نبتدي نكريت داتا دي بجديدة، ونعمل تيبلز وريكوردز لحد ان شاء الله كلها في الفيديوهات القادمة.